السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة أماكن سياحية في المغرب. اليوم غنديكم معايا الأطاليون، منتجع سياحي غنديكم معايا. دابا حنا في وسط الناظور تقريبا في أوتيل مركزي، غاديين مع الطريق. بغيت ما يسمعني مهجم. مرحبا بكم معايا دائما في قناة إيموشن السياحة ديال المغرب. هما مش تواري ما قيدر وسن النضا ونسن النضا قيد سماني تيغ تقريبا غاوتي الرياض أقواغ إن شاء الله غاوينة غا أتاليون قمة كيدي رنكا. ودائما كيجيني تعليق سواء في التعليق عند في القناة ديالي أو في اللي كان مشي عند شي حفل ديال الناس، اللي كان دخل كنقول السلام كيقولوا لي السلام خويا. أماكن سياحية ما تقدرش البنت تجول، حيت بنت ما تقدرش تمشي للبلايص وتبعد. هو صراحة بالفعل ما يمكنش البنت تمشي للبلايس بوحدها، لابد ما يكون معها شي واحد ليديها. البنت معرضة للسرقة، معرضة للضرب، كما كتشوفوا دائما الهاتف في اليد كنصور. ما يمكنش ان نمشي بوحدي، لابد يكون معايا راجل ليكون ورايا، وحقا ديما ورايا مساندني في القناة ديالي ومعاوني بزاف. شكرا ليه للمساند الرسمي. البدا خمني يتاري حد شن تعليق إقاراية وما ربدا وما وطفغة شن مباشر إقاراية وما ونشدسين السلام تدين السلام وما وممش توارم إيموشن سياحة وزما شطا حران تأغاز نتراح وحد سواها. وبالفعل ما يمكنش وزما شدا حق وحدي، لابد يخصى كديري يشحد باش هذا ياوي، وفي نفس الوقت أكيد يري للحماية باش تعرض بوش نحاشت باش المضايقة. وحنا دابا مع الطريق بنين صار غادين لأتاليون كما كتشوفو نرخو كان غاكو بريدن بنين صار نقوى أتاليون بالضادني شويت باش اتصور شوية زيروكواش. عجبي المنظر اني من الربحة زيروكواش، وقفت هنايا باش نصور البحر مارتشيكا من بعيد، حيت عجبني المنظر من بعيد. ابري الدزيرة اموشن وقتين ديال المغرب رخو اقيم غادي النضا وها تقوي جواز النضا قبل التفعيل. خمين غتفعل القناة ان شاء الله شغل زعماني على حق ارخو القيم غدوها. ما كتشوفوا الطريق طويل واماكن بزاف في المغرب، لكن حاليا نبقى غير في الناظور تمهيد استكمال الشروط. نشوفوا الرد ديالهم غيكون ايجابي او سلبي، الله اعلم. نتفائلوا خير ان شاء الله. المهم قمه كيدية ارغنا ولغا اتاليون الصورة كيوم الريفية ونلي فهم نقلي فهم ونوي فهم اللي إهري فشت هذه غصة وها. وغنغرض البراني ذي القناة، ولكن هما أصلا وفهم ريد داري جنغ أتفهم عادي إهري فشت. المهم كوريجي السوار سيرس الناس
نش السوارة نش سيرسينو لغة الأم ياخذ الكاخ خوقا بانا ووز عطالة يون وقبر توصي الدنيتا توقيع فيديو ايو الناس نهار الدول غديني امشاني الصباح اسي مناظر اشنت الهدوء طبيعة اسماني تيران الجولف رخو قنوذف ذا المنتجع نجيش نطورة جيت مانيجا أوتيل نكسني سبح ماي فوشت تتاي نيشان ويتبي نيشان مليح الشمس جاية يعني عيني في عينك هذا علاش كاين الضبابة الصورة حنا غاديين لأوتيل المنتجع Thank you.
كله نشوي وضابي نهار يدوزين بانيتا يتيري عماخ مي نهار نحد نهار يما ثناني شوية جوية قص نشتي ورا مامان يتمنظر إيشنا كما كتشوفو ما كاين حد غير هنا منظر الماء جميل كما كتشوفوا صورت غير هذا الشيء تليفون عامر ما لقيت فين نصور استعنت بالاخضر باش نكمل كما كتشوفوا احنا غنخرجوا من اتلايون مشيت ورا ما كمرش يا سوا تليفوني عما وفيه ماني غنصور صور شوية الزي الأخضر هو هاي مني برخو أدوية أطفاخ زي أطلايون وما مش دمقا ربدا جح كنو دير خا الفيديو الناني إن شاء الله قيمة كدير بدا تفارج مزيه